معانا اسماء. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا استاذ ازيك زعيم؟ يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. ازاي حضرتك يا شيخ احمد؟ الله يحفظك يا رب كلمتك. يا شيخ احمد، بعد اذن حضرتك، انا متزوجه سلام بقالي عليكم. 5 سنين. الحمد لله، يعني انا مستواي المعيشي كويس، الحمد لله. واهلي كمان برضو مستواهم كويس. انا بقى مشكلتي ان انا من ساعه ما اتجوزت خلال ال5 سنين دول، انا مفيش رمضان واحد قضيته في بيتي. كل رمضان من غير سبب زوجي يدخل عليا يتعارك معايا، يشتمني بأبشع الألفاظ، بدون سبب؟ ومن غير سبب سيادتك، من غير أدنى سبب. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك آخر مشكلة كانت رمضان اللي فات اتصلت بيه. أنا كل رمضان أهلي بيبعتولي، هي حاجة عندهم كده، بيبعتولي أكل طول الشهر كامل في التلاجة، يدوبك على التسخين فقط. جزاهم الله خير. اتصلت بيه، لو سمحت أنا عاوزة طماطم. قام جه اتكلم معايا عادي، وعادي يعني مفيش اي مشكله. بعدين قال لي هو انت مش منتج حاطه في الفريزر؟ قلت له ما انا نسيت يعني اطلعها عشان تفك وكده. قام غلط فيها في التليفون، فانا قلت خلاص انا عارفه ان انا كل رمضان بيعمل لي مشكله، وبتبقى مشكله كبيره جدا، لدرجه ان رمضان اللي قبل منه كان ضربني وكسر لي رجلي، ورمضان اللي قبل لا لا منه لا 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 لا. شتمني وكرشني بره البيت. انت ايه فقلت اللي انا مصبرك عارفه يعني مش على الكلام ده كله؟ ما هو حضرتك انا عندي طفله منه، فانا اكيد مش هنفصل لا يعني فين اهلك بقى في الموضوع ده؟ ما ما هو بيقفوش حضرتك ليه انا اهلي، قدامه؟ لا مين اللي قال لحضرتك؟ هما بيقفوا فعلا قدام منه واتكلموا معاه، وحصلت مشاكل. يعني في بدايه لما بيتكلموا معاه بيبتدي الاول ان هو يغلط في الالفاظ، بعد منها مثلا بكام يوم لو حد تاني اتدخل، ومثلا والدي جه قال له انا هعمل يعني هعمل فيك محضر ان انت كسرت بنتي، وان انا وان انا وان انا وان انا. بعدين حد من اخواته، طبعا هو اوريدي لو حصل فيه حاجه شبه دي كده اوريدي ان هو هيتحبس او هيعملوا حاجه مع الحكومه يعني. فطبعا ابتدوا قالوا ان هو مثلا يخافوا عليه، يجوا مثلا حد منهم يخش يلطف الجو ويقولوا مثلا ايه معلش سيبوه، اصل هو كان متعصب، اصل هو كان متضايق. طبعا بالتالي انا باخد بعضي وبقعد في بيت اهلي. بعد منها مثلا بكام بشويه كده، مثلا ب 10 ايام او ب 15 يوم، يجي لي وانا اسف، وانا ما حقك عليا وحقك على راسي والكلام ده كله، وحقكوا علينا، واخر مره ومش اخر مره، وانا اوريدي برجع بيتي تاني عشان انا اكيد في طفله ما بيننا، مش عاوزه ان انا انفصل. يعني مش عاوزه انها تطلع في جو عامل زي كده. بس حضرتك، طب فانا بس بصي، عايزه اسالك سؤال، هو طول السنه بيبقى كويس معاكي ولا هي دي معاملته طول السنه؟ لا لا حضرتك يا استاذ دعاء، احنا طول السنه مشاكل عاديه زي اي زوجين. ممكن هو المشكله دي مثلا هو تبقى بسببه او بسببي، وبنتناقش، هو يزعق انا اسكت، والموضوع بيعدي. لكن رمضان بالذات بيدخل عليا من غير ادنى سبب. لا يعني يوم هو بقى من النوع، يعني مثلا احيانا بنلاقي ناس بيشربوا مثلا سجاير، شاي، لا هو قهوة، بيشرب حاجات سجاير من دي. فعلا، لا ها هو بيشرب سجاير وبيشرب قهوه فعلا. ايوه، فبيجوا في اول كام يوم في رمضان بيبقوا عصبيين بشكل مش طبيعي، بيفتعلوا اي خناقات مع زوجاتهم ومع لا اي هو حد. السؤال، هو هل بيصوم؟ هو كده بيصوم فبيحصل له كده في الصيام؟ هو بيقول كده، بس انا من خلال ال5 سنين اللي قعدت معاهم فيه، انا شايفه ان انا كل رمضان، حتى لو يعني انا بقول لحضرتك انا في المشكله اللي فاتت دي انا قلت خلاص انا مش هتكلم، واهلي قالوا لي كده بنفس اللفظ، قالوا لي حتى لو غلط فيكي بالاهل ما ترديش عليه علشان ما تحصلش نفس المره اللي فاتت. انا فعلا ما ردتش عليه، بقيت بتفرج عليه كده وبسكت، وقلت له نو كومنت، انا مش هرد. لقيت حضرتك ساعتين متواصلين شتايم بابشع الالفاظ. كان في وقت وهو صايم؟ كان وقت وهو صايم، يعني كل المشاكل دي بتحصل في وقت وهو صايم؟ ايوه حضرتك. امال وبعد ما يفطر ويشرب بقى السجاير والقهوة والكلام ده بيبقى كويس عادي؟ ممكن لو المشكله عدت يبقى كويس عادي، المشكله ما عدتش وانا مثلا اخدت بعضي ومشيت، او المشكله كبرت خلاص كده، وممكن المشكله توصل للطلاق، وبعد كده بقى ب 10 ايام 15 يوم يرجع يعتذر. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بقى هو عنده سؤالك كم ايه؟ سنه؟ عنده كم سنه؟ 42. 42 سنة. طب شغال شغلانة مثلا فيها حضرتك، لا لا حضرتك شغال في مركز مرموق جدا في البلد يعني. طيب انت يا حبيبة قلبي سؤالك ايه؟
انا سؤالي لو في مثلا دعاء انا ممكن مثلا حضرتك تقوله لي مثلا انا اعمله قبل ما بيحصل، انا نفسي في رمضان اقضيه زي بقيه الناس، تقعد في بيتها تصلي تصوم. انا كل رمضان بيعدي عليا وانا في بيت اهلي ومتوتره وفي مشاكل، ماشي الحمد لله بصوم وبصلي، بس مش العباده اللي انا ببقى مستنياها في الشهر ده، مش فرحتي، ما بحسش بفرحتي بالشهر ده. مش معقول كل رمضان هاخد عيالي وامشي وكده، بس هو ده اللي انا طالباه. لو في نصيحه من حضرتك، في دعاء انا ممكن اعمله، حاضر يا فندم، حاضر. كتر ألف خير حضرتك. الله يحفظك. أولا نسأل الله عز وجل أن يسبل يعني الهداية عليهم، اللهم أمين، وأن ينزل عليهم السكينة والهدوء والطمأنينة، وأن ينزع الشر من بينهم، نسأل الله ذلك يعني. وأنا نصيحتي إليك، اللي أنت يعني أدم لا تريد الفراق، عليك بالصبر والدعاء لهذا الزوج، وإن كان يعني تعرفي حد من أهل العلم أو من الصالحين أو حد يكون له كلمة مسموعة ممكن يقعد معاه يفهمه إن هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرب خياركم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن هو يوصي بالوصايا النبوية. أنت عليك اللي أنت تواظبي على قول بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يعني بيقين يعملي الدعاء ده بيقين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب، ممكن في وقت السحر تصلي وانت ساجدة برضو كذلك الأمر من باب الدعاء وانت ساجدة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يعني عدد لا بأس به، يعني اقعدي ادعي كتير جدا كده بهذا الذكر والطمأنينة، وانت في نيتك إن ربنا تبارك وتعالى يرفع عنك البلاء، وإن شاء الله بإذن الله نرجو الخير إن شاء الله. ونقول للناس ويخلي الناس بقى اللي بيزعل يزعل، دعاء مجرد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتدعي كتير ان ربنا يهديه ان شاء الله، ربنا يهديه كده من يا رب عنده. نسال الله الهدايه يا رب، نسال الله الهدايه يا رب. بس احنا عاوزين نقول لكل زوج ان الانسان اللي بيضرب ده انسان شر. ايوه النبي قال لا يضرب خياركم، حتى مهما شوف يا استاذ، مهما كانت كل انسان بيغضب، لكن مهما كانت العصبيه انا ما اوصلش للضرب وكسر رجلين طبعا، يعني ما كان خرجت من وصف انسان، من وصف بني ادم يعني طبعًا. وصف تاني. وبعدين هو بقى مثلا كده يبقى بيصوم، يعني هو استغفر الله العظيم، يعني ربنا يقبل الصيام. الصيام مش الامساك عن الطعام والشراب، لا طبعا. الصيام هو يقول لك كده، وهو شهر الصبر. صبر على ايه؟ صبر على كل حاجه. صبر على كل شيء. طب انا قعدت اول يوم 3 4 ايام لما بصوم بيحصل لي ده، بيحصل لي الغضب الشديد ده، طب اعمل ايه؟ اتعود على الصيام في شعبان، في رجب صوم اثنين وخميس، اتعود على الصيام 3 ايام من كل شهر، هيدخل عليك رمضان وانت زي الفل الحمد لله متعود. لكن اسيب نفسي ليه بالطريقه دي واضيع اهلي؟ ومثلا المفروض يبقى الناس بقى كبار من العيلتين يتكلموا معاه من قبل رمضان، ان على الاقل مش من قبل رمضان بقى انا اعود نفسي، انا اول يوم يعني لو هو ما عودش نفسه او يعني طول ما هو صايم ما يتكلمش معاها، لو كان هو لو كان هو تعبان اول 3 4 ايام يقول لها يا بنت الحلال اتكلم معاه بالليل، روحي اقعدي مع ابويا وامي، افطري معاهم وبعد عني 3 4 ايام. ماشي ده حل يعني، لكن الانسان لازم يدرب نفسه، لازم ما تتكلمش معاه غير بعد الفطار. لا مش هنفضل كده يعني، لا ربنا يهديهم يا رب، يصلح حالهم ويبارك لهم في بنتهم.